يا صغيري يا بني يا نور عيوني، يا دموعا ضحكت تحت جفوني، يا حبيبا سهرت فيه الليالي، اسك بالبهجة في نهر سنيني. يا صغيري يا صغيري يا بني يا نور عيوني، يا دموعا ضحكا تحت جفوني، يا حبيبا سهرت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة سمر. رمضان مبارك كريم للجميع، كل سنة وانتم طيبين، عواشركم مبروكة. نحب نشكر جميع الناس اللي التحقوا قناتي في الآونة الأخيرة، ونشكر كل شخص انضم إلى قناتي وتفاعل مع فيديوهاتي بالمشاركة وباللايكات. إذا كنت مازال ما شاركت في القناة تاعي، نتمنى أنك تضغط على زر أبوني أسفل الفيديو، وإذا ممكن أيضا تفعلوا الجرس. كنت سبق وتكلمت على الحصبة والحصبة الألمانية من الأمراض التي تصيب الأطفال، واللي لازم الأم تكون عندها ثقافة في هذا الأمراض، لأنها راح تصيب أطفالها، يعني بنسبة نسبة يعني احتمالية المرض بهذا الأمراض، الإصابة بهذا الأمراض كبيرة جدا. اليوم رايحين نتكلموا على الغوزيول أو الحمى الوردية أو المرض السادس. هما ثلاثة أسماء لمرض واحد، واللي السبب دياله هو فيروس الهيربس النوع السادس أو السابع. هذا الفيروس لما يدخل الجسم الرضيع تاعك، راح تكون عنده فترة حضانة ما بين 5 إلى 15 يوم، معناتها لما يدخل له الفيروس الأعراض راح تظهر بعد 5 أيام إلى 15 يوم. هذا الفيروس يأتي بالعدوى، يأتي نتيجة العدوى، يعني هذا الطفل كان عنده لقاء مع أشخاص عندهم هذا الفيروس ونقله له. هذا الفيروس يصيب الأطفال خاصة ما بين عمر 6 أشهر و24 شهر، ما بين 6 و24 شهر، معناتها ما بين 6 أشهر واللي عمرهم سنتين. الأمر اللي نخافوه منه، لأنه الأعراض تاعه هي ارتفاع درجة الحرارة شديدة جدا 39-40 درجة، فالأمر اللي نخافه منه هي هذا الارتفاع الشديد في درجة الحرارة. وممكن بعض الأطفال تحدث لهم تشنجات بسببها، الحرارة المرتفعة يعني تلحق 40 وممكن تلحق أكثر من 40 درجة. على الأم أنها تحافظ على يعني تقوم برعاية الطفل، الراحة التامة، وأيضا لازم هذا يا الطفل تقوم تعطيه مخفضات درجة الحرارة، مخفضات الحرارة نعرفوا باراسيتامول ولا ليبوبروفين، وعلى حساب العمر والوزن تاع الطفل كمادات المياه الباردة، وممكن تعطي له حمام، لكن ماشي حمام بالثلج مثل يعمل البعض، لأن ممنوع هذا الأمور، سواء في الماء العادي أو إذا كان الجو بارد جدا تستعمل له، يكون الماء دافي قليلا دافي، يعني تدي له شوية لكن يروح للبارد أكثر من الدافو، يكون قليلا برك هكذا دافي إذا كان الجو، لأنه إحنا نحتاجه ما يكون لازم الماء درجة حرارته تكون أقل من درجة حرارة جسم الطفل، لازم الماء درجة حرارته تكون أقل من درجتها، راح تساعد في خفض درجة حرارة هذاك الطفل. هذا الحرارة راح تبقى ما بين اليومين حتى الـ4 أيام. في اليوم الرابع تظهر على جسم الطفل مثل نقاط حمراء كحبة الرمل هكذا كثيرة على الصدر البطن وعلى الظهر وأسفل الظهر. هذه هي أكثر المناطق اللي راح ما راحش تظهر له على الوجه، حبات حمراء كثيفة راح تكون عنده، غير فقط تظهر هذا يعني البقع الحمراء هذوما، راح غير تظهر راح تكون لتم نهاية تاع المرض، غير تظهر مع ظهور هذيك البقع الحمراء راح تتوقف الحمى عند الطفل، وراح يكون هذاك هو العلامة اللي تعرفي بأنه ابنك كانت عنده لاغوزيول، وفي نفس الوقت راح تكون آخر علامات المرض، والطفل يكون عندها خلاص يعني الحمد لله خلاص راهو شفى من المرض تاعه. هذا هو وش لازم تعرفوه على هذا المرض لاغوزيول. إلى اللقاء مع يعني مرض آخر من الأمراض.